اكيد لا، هي كل واحد بيبقى ليه ستايل لعبه. ف يعني انا ستايل لعبي غير ستايل لعب مثلا عمرو زكي، غير ستايل لعب بشير التبعي، غير ستايل لعب طارق السيد مثلا، تامر عبد الحميد. كل واحد بيبقى ليه ستايله في اللعب، خصوصا الفتره الاخيره كمان النتائج ما كانتش مساعدانا خالص. فدايما اللعيب اللي هو بيبقى عايز يعمل حاجه مختلفه لو نفسيا مش مستريح عمره ما هيطلع اللي عنده. ف مع النتائج السلبيه جمهور بيضغط عليك، ناس مشايلك، يعني واحد او اتنين او تلات لعيبه مشايله هم الفرقه كلها، او مشايله الاخطاء اللي بتحصل في الفرقه كلها. فهو ده اللي حصل في الفتره الاخيره. انما موضوع ان انا بكسل دي مش، لا ما اعتقدش يعني، لانه الحمد لله انا خدت كل البطولات الموجوده، سواء دوري افريقيا، كاس، سوبر مصري، سوبر افريقي. فلو انا مكسل من البدايه مش هطلع اصلا الدرجه الاولى. انا طلعت الفيرست تيم وانا عندي 17 سنه، كان سنه 98. كان في ناس كتير جدا يعني، كان عبد الحليم موجود، بسيوني، الدوماني، وبعدين جه بعد كده وليد صلاح عبد اللطيف، وجه كابتن حسام حسن، جه فيليكس. فمجموعه كبيره جدا من الفراوده. لو انت مش مميز وبتموت نفسك، ما عمر ما حد هيديك فرصة يعني. فأعتقد إن الموضوع ده مش صح يعني.